I0.1 start يمين normally open. I0.2 start شمال normally open. I0.0 stop للموتور كله سواء يمين او شمال normally close يفضل. احنا ما قلناش ليه لسه صح؟ ما قلناش ليه يفضل normally close. نتناقش فيها دلوقتي بعد ما نخلص ده على طول. الموتور لو يمين مثلا Q0.1 لو شمال Q0.2. طيب تعال نعمل الموتور بالستر ست. تمرين بالستر ست. مفتاح تشغيل اليمين I0.1 يروح يشغل ست، يعني يشغل الاتجاه اليمين لوحده صح؟ بس بشرط يكون الاتجاه الشمال مانو فاصل مش شغال، يبقى زيادة أمان بعد إذنك لو اتجاه الشمال اشتغل ده ما يشتغلش. Q0.2 بالظبط. تمام؟ اوكي. أنا بطبيعتي أحب كده، أحب أحط الست تحت الست عشان ما تهش مش أكتر، لكن مش إجباري عايز أحط ست 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 مش دافر. إيه؟ وعشان الاولويه برضو، بس برضو حسب البرنامج، يعني في برنامج من برنامج ما يفرقش، يعني في برنامج من برنامج يفرق تمام. Q0.1 Q0.2 Q0.2 مفتاح الايقاف اللي هو مين؟ I0.0 بما انه كلوز بره فهنعمل فيه جوه نعكسه. مفتاح التشغيل الثاني I0.2 بشرط ان يكون الاتجاه الاولاني مش شغال. مفتاح الايقاف هو هو I0.0 نعكسه لان هو اوريدي كلوز، لان هو اوريدي بره كلوز. فلو خدته زي ما هو هيروح عامل ايه على طول؟ مدى الحياه بعت اشاره، يعني مدى الحياه عامل ريسيت، اجي اشغل يقول لي لا. عادي بوزيشن لا هيبقى صح لانك هيبقى بعد بالصايه. اوكي؟ تاني احنا ليه عملنا هنا كلوز؟ هو بره كلوز. فلو انا خدته كده معناه بيسمع كلام اللي بره، معناه ان هو كمان ايه هنا كلوز، فهتلاقيه دايما عامل ريسيت. اجي اشغل ما رضاش يشتغل، هتضطر تجيب واحد تديله 700 جنيه في الشهر تشغله دواس، يفضل دايس هنا عشان تعرف تشتغل صح؟ لا، يبقى انا هخلي دوت كلوز اللي هو عكس اللي بره، يبقى كانه بقى اوبن، ولما افتح بره يقفل جوه، يعني لما ادوس عليه بره يروح هو عامل ريسيت. تمام؟ مش مشكله. في ناس صح، في ناس عملت المفتاحين ايقاف، بس هي يعني كمبدا معروف ان الموتور اتجاهين عمره ما هيشتغل في الاتجاهين مع بعض، فقول انا نفسي افصل دوت بس ما افصلش ده. اوكي؟ حركه ان انا اعمل اثنين اسلوب مختلفين يوم ما احب اكون عايز اوقف حاجه وما اوقفش الباقي معاها، كده كده معروف ان الموتور اتجاهين ستوب ما فيش غير اتجاه واحد اللي شغال، عمره ما هيكون شغال يمين وشمال في نفس الوقت صح؟ طبعا رقم واحد تحتيها. وممكن اعمل حاجه على فكره، ممكن دول يبقوا ثلاثة نتورك صح؟ لو انا عملت ايه؟ مش دوت ودوت بالصدفة ورا بعض في المسميات، يعني ده Q0.1 والتاني اسمه Q0.2. ثانيا اللي بيتحكم في ده هو هو اللي بيتحكم في ده، يبقى ممكن اشيل الاثنين دول كده واروح قايل له I0.0 كلوز يعمل ريسيت لQ0.1 وللي بعديه كمان صح؟ يبقى معناها ده واللي بعديه اثنين بداية من اللي انا كاتبه. اتفقنا. يبقى ساعتها مش هينفع اعمل بلوك واحد، يبقى ساعتها اعمل ريست واعمل ريست تاني. تمام؟ لو ما كنتش هبخل عليك، لو ينفع كنت قلتها. النقطة نقطة المفتاح الستوب اللي هو نورمال كلوز، لو عايزين نشوف له حل او النقاش اللي كنا بنتكلم عنه، موضوع المفتاح نورمال كلوز ليه يفضل نورمال كلوز؟ مع ان بخلاف بقى الموضوع شغال ستر ست ولا لادر، احنا كنا متفقين في اول محاضرة لما اشتغلنا عملي قلنا ان لو المفتاح الايقاف نورمال اوبن مش مشكلة، هعمل فيه ايه؟ هعكسه. ولو مفتاح الايقاف جه كده كده كلوز يبقى هاخده زي ما هو، صح؟ الاثنين صح. بس يفضل دايما ده وانا شغال. ليه؟ تخيل كده انا هرسم برنامج بالمنظر ده مثلا، ادي مفتاح تشغيل، نقطه تعويض، مفتاح الايقاف، الخارج.
لو لأي سبب السلكة اللي بره قطعت المفتاح دوت كأنه بالصدفة حد عمل ايه؟ كأنها بالصدفة حد عمل ايه؟ صح؟ فتحه اوبن. فالبرنامج هيفهم انه لازم ان يعمل ايه دلوقتي؟ يفصل. صح؟ ماشي. لو حصل نفس الكلام هنا هو اساسا كان اوبن ودلوقتي عشان حصلت مشكله فضل اوبن، البي ال سي حاسس بحاجه؟ يعني وقف؟ يعني وقف؟ طب عايز اوقفه اعرف؟ انت بتقفل الميكانيزم لكن ما بتبعتش اشاره. فتخيل عندك مصنع عشان حصلت مشكله وقف، مصنع عشان حصلت مشكله ما وقفش ومش عارف اوقفه، انهي افضل؟ انا عندي اقف لوحده احسن ما اعرفش اوقفه. تخيل ده بقى لو نقطه ليمت سويتش الموتور خبط فيها بس عشان ما بعتتش اشاره الموتور عمل ايه؟ كمل ودخل في حاجه كسرها او وقع الدغدغ. تمام؟ لو انت عندك اوفر لود عمال يعني ينادي على اخره بره يقول لك في مشكله بس هو غصب عنه ما فيش كهرباء يبعتها، يبقى البي ال سي مش دارينه مكمل لغايه ما الموتور يتحرق. لكن النقطه كروز لو حصل حاجه هيفتح طبيعي، لو باظ برضه يعتبر ايه؟ هيفتح فالبي ال سي يقف. فافهم ان في مشكله. اوكي؟ عشان كده يفضل الاكشن يتاخد بنقطة كروز او الاكشن اللي هو مهم يعني ايقاف، ايمرجنسي، اوفرلود. عشان كده انا عندي سؤال، لو حد فيكم اتعامل مع السوق حد اشترى قبل كده مفتاح ايمرجنسي نورمال اوبن؟ مش موجود اساسا. يعني هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، يعني انا عملتها كده يعني من باب الضحك، يعني نزلت السوق كنت بجمع لوحه فقلت له عايز نورمال اوبن، قال لي ايه؟ قال لي كان موجود وخلص. هو ما بيتصنعش اساسا. هو قال لي خد الكلوز ده اللي متوفر عندي دلوقتي عشان التاني لسه خلصان امبارح. هو ما بينزلش اساسا عشان يخلص. عشان كده المفتاح الامرجنسي هبقول لكم دلوقتي لازم يكون نورمال كلوز. مفتاح اللي لونه احمر اللي هو بيبقى يعني بتيجي تشتري اللوحه المفروض العامل لما يشوف الاحمر يدوس عليه بيعرف دوت ايقاف. الاخضر دوت تشغيل. المفتاح الاحمر لازم يكون نورمال كلوز، ما ينفعش يكون نورمال اوبن. تمام؟ فدي نقطة. عشان كده يفضل يكون مفتاح الايقاف نورمال كلوز مع ان الاثنين صح. انا ما قلتش واحد غلط والتاني صح، انا قلت واحد يفضل مقارنه بالتاني. تمام ماشي يا شفت. تمام انت لازم على فكره تدي له حلقه لوحده الراجل ده عشان الراجل عايز يطلع في الكاميرا بجد، حطوه في التتر. لو عملنا ايه الحلقه انهي دي هي هي، نشيل بقى دي ودي نحطها في اي مكان مش فارقه. ليه؟ نقطه مهمه السؤال ده كويس. هو بيقول لو احنا في البرنامج دوت بدل ما عملناهم اتنين نتورك خلينا نتورك واحده وكتبنا تحتيها اتنين نحطها فين؟ تاني بدل الاتنين نتورك الايقاف خليناها نتورك واحده للايقاف نحطها فين في البرنامج؟ حطيتها فوق حطيتها تحت، يوم ما بيداس عليها بتعمل ايه؟ بتفصل ده خير وبركة. يعني هو كده كده اخره هيعمل ايه؟ هيبوظ هيفصل، يعني ما انا عايزه يفصل اساسا. صح؟ معروف ان الريست اوتوماتيك هيفصل. بس في نقطة لو انا حطيتها هنا نتناقش فيها لحظة يمكن انا غلطان. لو مفتاح ال كيو 0.1 الاوتبوت على كيو 0.1 الريست حطيناه هنا وجات له اشارة انه يشغل كي 0.2 لا صح عندك حق، ما ينفعش احط دوت هنا لازم يكون فين؟ تحت. تاني ليه؟ لو دوت موجود هنا او موجود فوق، يعني من الاخر موجود فوق الست ده او فوق الست ده، لو الست والريست بعتوا اشاره هيسمع كلام مين؟ الست، عشان هو الموجود تحت فهيبقى غلط. لكن لو حطه تحت خالص، لو حطه تحت خالص يعني تحت اي ست موجود، يوم ما يجي اشاره ست واشاره الست هيسمع كلام مين؟ الست، فيقف احسن ما اعرفش يقف. تمام؟ يبقى ده كده لو هستخدمه سوري معلش هيبقى تحت خالص. تمام؟ ده مانيوال صح؟ لا ليه؟ دوست على ده ودوست على ده هيسمع. ما انا 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 مش فاهم البرنامج ودوست غلط. تمام؟ ما انا في نقطة انا ما ينفعش اعمل برنامج واقول له بعد اذنك علم العامل عندك ما يدوسش على الاثنين مع بعض او هطلع له يافطة تقول له ما يدوسش. فليكن الراجل غلط غلطة مثلا، ما انت مش هتقعد تقول له معلش انت غلطان عشان عامل داس عندك دوستين هيقول لك انت مهم. بلاش عام وليكن النقطه دي مش نقطه ايقاف، دي نقطه ليميت سويتش. الليميت سويتش بطبيعه الموتور عدى عليه فالعمل ايه؟ ادى اشاره. هتزعق له ان ادى اشاره وانت داس ستارت؟
صح؟ هو غصب عنه الميكانيزم قال كده. فزياده امان هيكون دايما الريسيت تحت. متفقين؟ نشرح موضوع جديد؟ حد عايز ينقل دي؟ اوكي. طبعا ما تنساش ال اللي هو الريسيت وبعد كده دور الشمال. ودي حاله الانبوتس كلها. الاي 0.1 ده اسمه ستارت، ده شغلانته. نورمال اوبن ده حالته. خليك فاكر عملناه نيجاتيف عشان خاطر هو كان كروز. خلاص طيب. معلش الموضوع بتاع دلوقتي طويل فمش هينفع ننهيه النهارده، هنبدأ وننهيه المره الجايه. جديد بس بعد كده هندخله مع حاجات خدناها يعني. اه كويس جدا. تمام اوكي. الموضوع بتاع دلوقتي اللي هو التايمرز، التايمرات اللي هي المؤقتات الزمنيه. التايمرز اللي موجوده في البي ال سي اهم حاجه فيهم، هم اهم يعني اكتر تايمرات مهمه مستخدمه، هما ثلاثه. تايمر اسمه تون، تايمر اسمه توف، تايمر اسمه تونر. تون وتوف وتونر. تون اختصار لكلمة اون ديلي تايمر. وتوف اختصار لكلمة اوف ديلي تايمر. وتونر اختصار لكلمة ريتنتيف اون ديلي تايمر. تمام. دول ثلاث انواع على جوال بي ال سي. في نوعين تانيين هنتكلم عنهم بعدين. الاون ديلي تيبيكال زي الكنترول، هو والاوف ديلي. الاون ديلي طبيعي كده بديله اشاره بعد زمن يغير وضع الكونتاكت. الاوف ديلي بديله اشاره يغير وبعد ما اشيل بزمن رجع الكونتاكت زي ما كان. لسه هنشرحهم دلوقتي. التونر هو تيبيكال اون ديلي، بس الفرق الوحيد ما بينه هو الكلمه دي، ان دوت ريتنتيف. ريتنتيف يعني بيفتكر ما بينساش. الاون ديلي بطبيعته لو النور قطع ورجع يبدا من كام؟ من زيرو، من الاول، صح؟ ريتنتيف لا، يكمل على اخر حاجه كان عندها. انا اللي يهمني اكتر من التايمرات، فاكر اللي شرحناه النهارده انتجر وريال وسايند وان سايند، دي اهم حاجه. اهم ثلاث معلومات لازم انت تعرفهم عن التايمر، ان التايمر انتجر يعني ارقام صحيحه فقط. التايمر شغال على سايز وورد، مقاس وورد بس. نوع الارقام بتاعته بتكون سايند. في ناس مش مقتنعه ازاي تايمر وازاي ارقام صحيحه. افرض عايز اقول سنتين ونص، هنتناقش فيها. طب ازاي تايمر وموجب وسالب، وفي حاجه اسمها زمن بالماينس، هنتناقش فيها. بس فعلا الارقام انتجر بتاع الزمن، فعلا بيعد على اساس وورد، فعلا بيكتبها بالاشاره. وهنقول ليه وهقنعك بالكلام ده. المختصر المفيد يعني ان احنا لو جينا نتعامل مع التايمر ما تنساش ان المعلومات دي بتدل على ان اقصى رقم ممكن يعده هو 32767، واصغر رقم ممكن يعده هو ناقص 32768. هل بقى الرقم ده بالثواني بالملي سكند؟ هنشوف دلوقتي. دي اقصى قيمه الماكسيمم، ودي اصغر قيمه المينيمم. في حد مش متخيل الرقمين دول جم منين بالنسبه للكلام دوت؟
كأننا كتبنا زيرو في الأول وبعد كده حطينا 15 واحد فطلع الرقم ده، أو كتبنا واحد في الأول وحطينا 15 زيرو فطلع الرقم ده. اوكي، اللي هي لو حد طلع كالكوليتر دلوقتي وعمل 2 أس 15 هيديله الرقم دوت، بس هيبقى بالسادة، هيبقى رقم أكبر بكتير. ده بالورد عشان أقول مش البي ال سي شغال على وورد، ماركة سيمنز قررت إن التايمر بتاعها هيبقى وورد. مش لا مش بايت، لو بايت كان يبقى اخر كنت هكتب هنا كام؟ زائد 127 او ناقص ناقص 128. لا هو قال لك شغال وورد، في ماركات ثانيه هيبقى ارقام ثانيه. بس انا يعني انا ما شفتش ماركه بي ال سي بتعد على بايت، لان معناه ان التايمر اخره يعد 127 ثانيه. اوكي،